وللمتابعة ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من بروكسل حسين الوائلي، صحفي المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي. سيد حسين، يعني ماذا عن موقف الاتحاد الأوروبي إذا من العقوبات الأمريكية على إيران؟ هل سيمتثل لهذه العقوبات حسب واشنطن بوست الصحيفة الأمريكية، أم سيفعل آلية لحماية الاتفاق النووي الإيراني؟ وبحسب الرؤية الأوروبية بأنه ستكون هناك آلية جديدة، هذه الآلية هي سيكون تفعيلها من أجل حماية الشركات الأوروبية الصغيرة ومتوسطة الحجم، فبالتالي يبدو لي بأنه الأوروبيين سيأخذون على عاتقهم مجموعة من القضايا التي هي تحمل مصالح الأوروبية في السوق الإيرانية، وبالتالي أيضا هو تصدي آخر للعقوبات الأمريكية وكذلك لسياسة ترامب في المنطقة وفي العالم أجمع. كما تعلمون أنه هناك الكثير من حالات التحدي ما بين الإدارة الأوروبية والإدارة الأمريكية في هذا الخصوص. الآن يبدو لي بأنه هناك آلية جديدة، هذه الآلية هي اسمها SPV، وهي آلية ستحتم على الشركات الأوروبية أن تعمل في السوق الإيرانية بدون العودة إلى شركات أو البنوك الأمريكية، وبالتالي سيكون هناك رؤية اقتصادية، رؤية أوروبية من أجل هذه الحماية. ولكن لم تكن هناك حقيقة كافية، هذه الخطوة هي خطوة اعتبارية، يعني تعطي الضوء الأخضر لمجموعة من الشركات على الرغم من أن الشركات الكبيرة قد انسحبت، فبالتالي يبدو لي بأنه هي تحرك اعتباري من أجل الحفاظ على اتفاق الملف النووي الإيراني. نعم، هل هناك يعني حديث عن إجراءات ستتخذ للوقوف أمام تهديدات ترامب، يعني المتصاعدة حقيقة في الفترة الأخيرة، أم هناك تناقض في الآراء في الاتحاد الأوروبي حول هذا الأمر؟ لا، لم يكن هناك تناقض، أن هناك اتفاق أوروبي حول هذا الموضوع، وخصوصا من قبل فرنسا وألمانيا اللذان يقودان الاتحاد الأوروبي. فيبدو لي بأنه هذه الرؤية الأوروبية هي من أجل حقيقة، أولا رؤية اعتبارية وليس ذات مفعول حقيقي في هذا الخصوص، حتى الإيرانيين لم يقتنعوا بالآلية الأوروبية وهي تحمي فقط الشركات الصغيرة، الشركات الكبيرة قد انسحبت وربما ستأثر العقوبات سارية وربما سيكون هناك تأثر في هذه الحالة. ولكن أيضا أعتقد بأنه جميع هذه القضايا سواء الأوروبية أو العقوبات الأمريكية على إيران ستزيد من الطين بلة في داخل الشرق الأوسط والمنطقة، ربما سيكون حالة من الصعود باتجاه ردة فعل إيرانية غير متوقعة. نعم، السيد حسين الوائلي، الصحفي المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي من بروكسل، شكرا جزيلا لك.